محتار كده ليه؟ مش عارف. محتاس كده اقول لي في ايه؟ اصلا انا كنت بدور على حاجه كده. القيمه دي معناها ايه؟ هو اصلا اصلها ايه؟ حالا تسمع وهتفهم هنا اصل الكلمه دي ايه. اصل الكلمه ايه؟ الافوكادو. يا بات الضرايب كانت بتروح فين يا عوني؟ ولاش عرفني يا اسطى. ما انت عارف ياما جوابات بتضيع في البوسطه. وبعدين انت ناس مامور الضرايب اللي جه من سنتين وقال ان الورش عليها الشيء الفلاني. انت قلت لي انك حطيت عن عوني وانا صدقتك وزدت لك كل حاجه. ولا ابو كاتو يا اسطى ولا يعني مخي ده. ده كان جزء من الفيلم الشهير سواق الاوتوبيس اللي قام ببطولته نور الشريف وميرفت امين سنه 82. لكن يا ترى ايه اصل الافوكادو؟ المصادر اللغويه بتقول ان الافوكادو جايه من الكلمه الايطاليه افوكادو بمعنى المحامي، واللي انتشرت في مصر ضمن مئات الكلمات الايطاليه التانيه اللي بنستخدمها يوميا من نهايه القرن 19 لحد النهارده. وانتشرت الكلمة مش بس في حياتنا العامية، لكنها دخلت كمان في حياتنا الفنية من خلال فيلم الأفوكادو مديحة اللي قامت ببطولته مديحة يسري ويوسف وهبي سنة 1950، وكمان فيلم الأفوكادو اللي قام ببطولته عادل إمام ويسرى سنة 1983. والفيلم ده فاز بالمركز 80 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.